الرئيس السيسي يتفقد المشروع القومي للصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان. الرئيس السيسي يوجه المزارعين المصريين بالتوسع في الاستثمار بالصوب الزراعية بدلا من تجريف الأرض للبناء عليها. السلطات الفرنسية تغلق قصر فرساي بسبب تظاهرات السترات الصفراء وتعلن مصرع شخص أثناء الاحتجاجات. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون نهار، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المشروع القومي للصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان بعد افتتاحه. واستمع الرئيس السيسي خلال الجولة التفقدية لشرح تفصيلي من أحد المهندسين، حيث أشار إلى تحقيق المشروع لمعدلات إنتاج قياسية. كما تفقد الرئيس أيضا صوبة لزراعة الطماطم بأجود أنواعها وأصنافها والمزروعة باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية وأسلوب الري بالتنقيط، ولا تعتمد على المبيدات الكيماوية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض إلى الخارج بطاقة إنتاجية 250 طنا للصوبة الزراعية الواحدة في 10 أشهر. وشدد الرئيس خلال جولته على ضرورة أن يغطي الإنتاج حجم الطلب ويسد أي فجوة في السوق المحلية. وخلال جولته طلب الرئيس السيسي وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتشجيع المزارعين لعمل صوبة زراعية تدر عليهم عائد كبير بدلا من تجريف الأرض للبناء عليها. قولوا للناس في الريف بدل ما تبني بيت وتدور 3-4 عربيات نساعدك انك انت تبني صوبة، هتجيب لك عائد زي عائد الايه؟ زي عادي البيت اللي انت عايز تبنيه وتسيبه كده. صحيح. وتحركوا في برنامج زي كده ووضحوا للناس ان بدل ما تبني بيت تبور لك 2-3 من ارضك على امل انك انت تمنهم 200-300 ألف ولا اكتر من نتيجه كده، لا تعالى قول له تعالى نخش في برنامج ونخليهم يعني نعمل لهم صواب، وان الصواب دي تتمول بفائده بسيطه، واخبار حضرتك، وبالتالي هو ندخل الناس في منظومة توفر لنا ميه وتوفر لنا الارض اللي هم بيحاولوا ايه؟ اصل احنا مش هنقدر يعني ايه، مش كل الاجراءات امنيه انك انت تقبض على الناس وتجيل البيت وبس. لا، اعمل بدائل اخرى تخلي الناس يعني ايه؟ ما هو بيعمل كده عشان فلوس مش كده؟ طب انا هديك فلوس. تلقى الرئيس السيسي مساء أمس اتصالا هاتفيا من كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي. وخلال الاتصال تم استعراض أوجه التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي وسبل تعزيزه في عدد من المجالات، فضلا عن تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. كما أكد الرئيس خلال الاتصال أن الشعب المصري كان له الدور الرئيسي في نجاح جهود الدولة في تنفيذ عملية الإصلاح. ومن جانبها أشادت لاجارد بالتقدم الذي تشهده عملية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة المصرية، مؤكدة حرصها على مواصلة التعاون مع مصر لاستكمال البرنامج. قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات أمن الجمهورية بالبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإجراءات تضمنت نشر الأقوال الأمنية والدفع بقوات التدخل السريع والانتشار وتكثيف انتشار الارتكازات المسلحة بكافة المحاور المرورية والمناطق الهامة والحيوية ودور العبادة، وتجهيزها بالعناصر المدربة والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسوي له نفسه تعكير صفو احتفالات المصريين. كما تم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسة لتيسير حركة المرور. يواصل حزب مستقبل وطن فعالياته الخدمية في العديد من محافظات الجمهورية، حيث نظم الحزب ماراثون جري ودراجات هوائية بمنطقة حدائق القبة والعودة بمشاركة 600 شخص في محافظة القاهرة. ونظم الحزب أيضا ندوة بعنوان بين الواقع والمستقبل بمقر الحزب بالقاهرة بحضور حوالي 350 شخصا، وبمشاركة قيادات الحزب تم خلالها استعراض جهود الرئيس بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن توزيع شهادات التقدير. وفي مدينة الشروق أقام منافذ لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار رفع الأعباء عن المواطنين.
أغلقت السلطات الفرنسية اليوم قصر فرساي أمام الزوار تزامنا مع تجدد احتجاجات حركة السترات الصفراء في الفصل السادس من تظاهراتها. وفي السياق ذاته أعلنت السلطات الفرنسية مصرع شخص في حادث طيارة خلال الاحتجاجات. وفيما تراجعت حركة الاحتجاج يسعى متظاهرو السترات الصفراء لتعبئة جديدة لهم في جميع أنحاء فرنسا قبل 3 أيام من عيد الميلاد. يأتي ذلك غدا إقرار مجلس الشيوخ الفرنسي سلسلة إجراءات اقتصادية واجتماعية طارئة لتهدئة البلاد. نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط 254 قطعة ملابس تشبه الملابس العسكرية المحظور استيرادها مهربة داخل حاويات ملابس بميناء غرب بورسعيد. المزيد في سياق التقرير التالي. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى حماية منافذ البلاد ومنع عمليات التسلل والتهريب عبرها، فقد نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس وبناء على معلومات مسبقة في ضبط 254 قطعة ملابس شبيهة بالملابس العسكرية داخل حاوية ترانزيت بميناء غرب بورسعيد بدون مستندات. مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.